ثلاثة حوادث سجلتها كركوك خلال الأسبوع الماضي دونت جميعها ضد مجهولين على دراجات نارية، ما بين سرقة وتسليب وضرب وتعذيب لمواطنين عزل. تنوعت تلك الحوادث وتفرقت أماكنها، وأمامكم قصة مقتضبة لرجل تولته مجموعة منفلتة وقد أبرحته ضربا. أنا وصلت يم هاي الجسر كبار متنزه، أول ما نزلت من الجسر شخص على الماطور وشخصين واقفين بصف الماطور بنص الشارع خط السريع يتشاقون. وصلت عليهم قلت لهم يابا تروح على الخدمي استر علينا، ما بينا حيل همين للفصل. وطلعت أنا والسيارة اللي ديسوقها صديقي أبو محمد، وصلنا 100 متر لي قدام طبين الخدمي طبق ماطور ونزلوا اثنين وثلاثة اجوا واثنين اجوا ومشي. وبعدين طلع أربعة إلى 3 أشخاص طلعوا زايد، يعني المجموع 7. أول ما هجم عليه 4 كانت 4 إلى 3 وتجمع صار 7. وبعد بالسيارة أول ما نزلت ضرب على خشمي بالحديد، بعدين سشاشين، بعدين كسروا ضلعي، ووراها استلموا السيارة مع صديقي أبو محمد فلشوا سيارة تفليش. هذا على حساب منو؟ على حساب نحن تأذينا ويتعدون علينا وفلشوا سيارة. وعلى الفور شكلت قيادة الشرطة مفارز توزعت على جميع الشوارع والتقاطعات وشنت أكبر حملة على الدراجات غير المسجلة وسط مطالبات رجال القانون بوضع حد للعابثين بأمن المدينة. نطالب كمحافظة كركوك وإدارة قيادة شرطة محافظة كركوك أن تكون إجراءاتها صارمة بخصوص أصحاب هذه الدراجات النارية وتحديد أوقات سيرهم في الشوارع كعلى الأقل إلى حد الساعة 6 للحد من هذه الظاهرة المنتشرة والحد من الجرائم المنتشرة في محافظة كركوك. لم تنتهي القصة عند هذا الحد، بل جاءت تفرعاتها موازية لحجم الضرر الناجم عن الاستخدام الخاطئ للدراجات النارية. لو علمنا أن أصواتها باتت هي الأخرى تؤرق السكان. الحد من صوت الأصوات هذه المزعجة، بعض الدراجات لها أصوات مزعجة، ولدينا مرضى ولدينا أطفال ولدينا أناس كبار في العمر لا نستطيع السيطرة عليهم مهما كانت الأسباب. لن يسمح بعد اليوم لأي سائق يقود دراجة نارية بدون لوحات رسمية. إجراءات مشددة علها تقلل من الحوادث الناجمة عنها. عبد الله العامري، قناة الفلوجة، كركوك.